صباح خير، بسم الله الرحمن الرحيم. صباح خير، برحب بالسادة الحضور للويبينار Agile Project Management. برحب بيكم يا جماعة، وإن شاء الله في خلال ساعة عايزين نكفر كم كبير من النوليدج، فإن شاء الله الأمور تتيسر وإن شاء الله يبقى ويبينار فيه إفادة لحضراتكم. طيب تعالوا سريعا نشوف الأوبجيكتيف وفي نفس الوقت الكورس اوتلاين او السيشن اوتلاين هتمشي ازاي. احنا ان شاء الله هنحاول نكفر ثلاثه سيمز او ثلاثه موديولز، اللي هي اجايل مايند سيت. هنا هنتكلم واي وات از اجايل وايه الجديد واتس نيو. عايزين نكفر الرولز والريسبونسابيلتيز، لان دي الحقيقه نقطه برضو مهمه. قبل ما نعرف نطبق اجايل بروجكت مانجمنت لازم الرولز والريسبونسابيلتيز تكون محطوطه بشكل كويس. وفي النهايه هنحاول نكفر لايف سايكل كده للاجايل من فروم اي تو زي، من اول ما بيبدا مشروع لحد ما بينتهي في شكل سريع، عشان ناخد فكره الاجايل بروجكت مانجمنت هتمشي ازاي من ستارت تو فينش. طيب تعالوا سريعا اعرفكم بنفسي. انا اسمي المهندس هشام صقر، معايا ماجستير في الكمبيوتر ساينس وماستر في البيزنس انفورميشن تكنولوجي، يعني اكسبيرينس مور ذان 20 يير او 20 بلس. وابتديت از ا ديفلوبر، ما زلت بكتب كود حتى الان. المين فيلد بتاعي هو الاجايل وحاجات تانية ليها علاقه بالاجيلتي زي ديزاين وكونتينوس انتجريشن وتيست اوتوميشن، يعني باكجز كلها بدرسها ليها علاقه برضو وزن نفس الدومين وهو الاجر. طيب ديت جاست كده نبذه سريعا. تعالوا نخش على طول علشان الوقت، ونبدا في اول سيم او اول موديول هنتكلم فيه سريعا وهو الاجايل مايند سيت. طيب احنا كلنا عارفين المنظر ده او الشكل ده اللي هو الووتر فول او تراديشنال ميثود، بتبدا بريكويرمنت ديزاين بروجرامنج تيستينج ديبلوي. والحقيقه الشكل ده يمكن احنا اخدناه، ممكن في ناس اخدته في الجامعه، ناس درسته في وات ايفر يعني كورس او جامعه، او هو ده الاكاديميه اللي كانت بتقدمه. كان الشكل تراديشنال ميثود اللي هو الووتر فول المتعارف عليه. بنبدا بريكويرمنت، بنقعد نعمل فيز ديزاين، بنصمم كل الكلاسز شكلها هيبقى عامل ازاي، الداتابيس هتبقى عامله ازاي. بعد كده بيجي دور الامبلمنتيشن والبروجرامنج، ودي بتبقى فيز تانية. وبيجي بقى بعد كده التستنج، بيبتدي يخش في الاخر يتست وبنعمل الديبلوي. مشكله دي ايه، او what is the problem with the traditional methods encounter، او ايه اللي بيقابل المشاكل اللي بتقابل الطريقه التراديشنال. في عندنا مشكله الحقيقه في الطريقه دي، وهي ان احنا بنأسيوم ان احنا عارفين مسبقا ايه اللي هيتعمل. يعني الطريقه التراديشنال ديت بتاسيوم وبتفترض ان انت عندك كم كافي من المعلومات اللي يخليك تقدر تعمل بيج اب فرونت بلاننج وبيج اب فرونت ديزاين قبل ما تبدا. وده الاسامبشن اللي بتحاول ان هي الميثود دي تأدي. في مشكله ثانيه انها بتريزيست للتشينج. يعني لو جه حد يطلب تشينج واحنا شغالين بالطريقه ديت، التشينج اكيد مش مقبول قوي. ليه؟ لان احنا تعبنا في الديزاين وفي الدنيا اتبنت على هذا الاساس، وبالتالي التشينج مش ويلكم او مش بيفترض ان احنا هنويلكم التشينج. يعني تخيلوا ناس قعدت تعمل فانكشنال تيست، فانكشنال يوز كيسز. الفانكشنال يوز كيسز دي بتتعمل علشان نقدر ندي ويتس للفيتشر ونقدر نعمل عليها بعد كده استيميت. عشان اعمل فانكشنال يوز كيسز بقعد اعمل الكلام ده ممكن في شهر مثلا، علشان اطلع ب اكيوريت اناليسيز او اكيوريت استيميت از ماتش از اي كان. بعد ما انا قعدت اعمل كل دوت وتعبت شهر في ان انا اعمل الكالكوليشن دي، اكيد لما يجي الكاستمر يطلب تشينج او يحصل فيه تشينج اكيد انا مش هبقى بويلكم التشينج. هي الطريقه ديت بتفترض ان احنا عندنا كم كبير، احنا عارفين احنا هنعمل ايه، وفي نفس الوقت مش بتقبل ان يعني مش بتويلكم الشيء. طيب خلينا قبل ما نخش على why we use agile، وهو ده السؤال اللي انا عايز يعني حضراتكم تبقوا فاهمينه كويس، why we use agile. خلينا نقول ان traditional method ديت او waterfall method هي اتخذت copy و paste من الconstruction engineer.
يعني المهنه بتاعتنا او الصناعه بتاعتنا تعتبر حديثه نسبيا، هي ابتدت في 1950، فمقارنه ببقيه الصناعات هي تعتبر حديثه. فابتدت على شباب صغير، الشباب الصغير ده في العشرينات بيكتب كوبل وبيكتب فورتران وبيكتب لغات بروجرامينج قديمه. الشباب الصغير ده كنا عايزين يتحكم بلايف سايكل، مش عايزين الدنيا تبقى فوضى. الشباب ده عايزين نخلق له طريقه شغل. فاللي حصل في الخمسينات والستينات ان احنا بصينا على اقرب حاجه وقلنا اقرب حاجه لينا الكونستراكشن انجينيرنج فور اكزامبل، هم الناس اللي بيبنوا كوبري ده بيبنوا كوبري ازاي او بيعملوا ايه عشان يبنوا الكوبري او يبنوا مبنى او تفضل. فقال لك والله بيجمعوا ريكويرمنت، بيجي مهندس استشاري خبره كبيره بيجي يعمل بيرسم الرسم او بيعمل الرسم التصميمي للكوبري او المبنى، بعد كده بيبتدي العمال يشتغلوا بنتست الكوبري بنسلم. يبقى احنا هناخد نفس طريقه الشغل ديت اللي هي الووتر فول دي، هناخدها من الكونستراكشن انجينيرنج ونعمل لها امبلمنتيشن عندنا في السوفت وير ديفلوب. وات واز ا بيج سكسس، يعني هي نجحت. ليه نجحت؟ لان الشباب الصغير ده بقى عنده طريقه شغل، بقى ما بقاش بيشتغل بشكل فوضوي او كيوتيك، لا بقى عنده بيقول لك انا دلوقتي بعمل ديزاين، انا دلوقتي بعمل امبلمنتيشن، اتخلق طريقه للشغل which was a big success. لكن اللي حصل ان في الثمانينات والتسعينات لما ابتدت المشاكل تظهر وتكبر ابتدينا نفرق ونقول في فرق ما بين طبيعه الشغل في السوفت وير ديفلوبمنت وما بين طبيعه الشغل في الكونستراكشن انجينيرنج او الهندسه الانشائيه. وعرفنا طبيعتين للشغل، طبيعه شغل بنسميها المانوال ورك وطبيعه ثانيه اللي هي النوليدج ورك او الشغل المعرفي. الشغل المعرفي مختلف عن الشغل اليدوي، واشهر مثال في الشغل اليدوي هو انك تبني كوبري او تبني مبنى. اشهر مثال في الشغل المعرفي انك تالف كتاب او تالف مسرحيه او تالف حاجه فيها نوليدج، which mean ان مفيش خطوات ثابته في النوليدج ورك تقدر تمشي عليها علشان توصل لنفس الريزلتس. يعني انا عشان ابني كوبري بروح للناس اللي هي خلاص عندها الاكسبيرينس في بناء الكوبري بيقولوا لي تعمل 1 2 3 هتعرف تخلص الكوبري وهتوصل للهدف بتاعك. لكن انا عايز الف كتاب في التنميه البشريه مثلا، هل هقدر اروح لحد واقول له ايه الخطوات اللي امشي عليها عشان الف كتاب في التنميه؟ هو هيديني جايدنس، هيديني شويه اقتراحات، لكن في النهايه مفيش خطوات ثابته، مفيش. انا في النهايه الكتاب اللي انا هالفه هيبقى ديفرنت زان اي كتاب تاني اتعمل في التنميه البشريه. وده نفس الحكايه في السوفت وير، انا ما اقدرش اروح لشركه اقول لها انا عايز اعمل اي ار بي، قولي لي ايه الخطوات اللي امشي عليها بالظبط عشان اوصل للاي ار بي. هيديني شويه ريكومنديشن جايدنس، لكن في النهايه الاي ار بي السوفت وير اللي انا هعمله ات ويل بي كومبليتلي ديفرنت، الكود مكتوب بشكل مختلف، التكنولوجي فيها اختلافات، هيبقى مختلف. فده سميناه نوليدج ورك، والمانوال ورك ده حاجه ثانيه. وده هنا ده سبب المشكله، ان احنا المشاكل ظهرت ليه بسبب الطريقه التراديشنال ميثود. المشاكل ظهرت نتيجه انك بتعمل ابلاينج للايف سايكل كانت بالتارجت الكونستراكشن انجينيرنج، لكن انت بتطبقها في النوليدج ورك. طب تعالوا نشوف سريعا كده ايه الفرق بقى ما بين النوليدج والمانوال. يعني اول فرق احنا ممكن نلاحظه ان هنا الشغل فيزيبل في الاندستريال ورك الشغل فيزيبل، لكن في النوليدج ورك الشغل مش واضح مش فيزيبل. يعني واحنا بنبني كوبري اقدر ابص على الناس اللي بتبني الكوبري واقول اه لا هم بمعدل ادائهم كده هيخلصوا الكوبري كمان شهر. انا ما عنديش اي خبره في الهندسه الانشائيه، بس انا شايف العمال وهم بيشتغلوا واقدر اقول واتوقع، مع ان انا شخص عادي جدا، بس انا من شكل اداء العمال هم رايحين ناحيه ان هم يخلصوا في نهايه الشهر. لكن الشغل النوليدج مش واضح بالشكل ده، ما تقدرش تبص على المؤلف اللي قاعد بيألف كتاب وتقول هو هيخلص الكتاب في الميعاد ولا ما يمكن قاعد بيعمل دراسه، ممكن قاعد بيعمل سيرفي انفستيجيشن وهيخش يكتب في الاخر مره واحده. يعني ما تقدرش تبص وتقول بسهوله البروجرس عامل ازاي. يبقى ده اول فرق، هنا الشغل واضح هنا الشغل مش واضح. تاني فرق جوهري وده خطير قوي اللي هو الاندستريال وورك ستيبل، مش وارد ان يحصل فيه تغيير، ومش واضح مش يعني مش هينفع يحصل فيه تشينج بسهوله.
تخيل احنا بنبني كوبري من الزمالك للمهندسين، هنعدي النهر يعني وهنعمل الكوبري بهذا الاسم. هل ينفع بعد ما بنينا ربع الكوبري او نص الكوبري نرجع نقول لا خلاص هنغير الخطه وهنخلي الكوبري ده يمشي لحد ابو العيله مثلا؟ ما اعتقدش ان ده ينفع. ليه؟ لانك بناء على الخطه اللي انت حطيتها جبت اشتريت مونه واسمنت وزلط واشتريت المعدات اللي هي بتكلفه كبيره، فمعنى انك تقول انا هغير الخطه او هغير البلان ده معناه انك هتويست كل اللي انت صرفته، ده هيتهد وهيتعمل من الاول، ودي خساره انا ما اقدرش اتحملها. فبالتالي قبل ما ابدا في عمايل الكوبري من فضلكم لو سمحت لازم نعمل خطه واضحه دقيقه بتعرفني الكوبري ده هيتكلف قد ايه وهيبدا من فين وينزل فين. لكن تعالوا نشوف النوليدج وورك. النوليدج وورك هو ان انا الف كتاب. هل في حد بيالف كتاب من اول صفحه لاخر صفحه ستريت فورورد؟ ده هتلاقوا ان الاصل في تاليف الكتاب هو انه يقطع صفحه مكان صفحه، يجيب حته باراجراف مكان باراجراف. ده الاصل هو اللي تشينج، والغريب ان هو يفضل ماشي ستريت. يعني ده يبقى كده في حاجه غريبه ان هو ماشي ستريت ما فيش اي تشينجز، ده يبقى في حاجه غريبه. يبقى هنا فهمنا ان تاني فرق جوهري ان طبيعه شغل النوليدج وورك اتس اباوت تو تشينج اول ذا تايم، لكن المانوال وورك فيه قدر من الاستابيليتي، ومن هنا نقدر نابلاي ميثودز فيها استابيليتي زي الووتر. طيب ما فيش داعي نخش في تفاصيل بقيه الاختلافات، انا شايف ان دول كافيين، لكن برضو خلينا نبص كده بسريع. يعني احنا هنا في الاندستريال وورك بنفوكس على الرايت انسر، مين اللي عنده احسن اجابه؟ والله روح للشركه دي، هي احسن شركه تقدر تعمل لك الكود. لكن في النوليدج وورك انت بتفوكس على الرايت كويشنز، الاسئله اللي انت بتسالها للعميل هي اللي بتخليك تعرف توصل للتارجت. طيب ديفاين ذا تاسك، احنا بنقول في النوليدج وورك لا اندرستاند ذا تاسك. ايه الفرق؟ define the task انت ممكن تجيب عامل تقول له انا عايز اوصل كابل كهرباء او اعمل حته فيها نجاره او نقاشه، هو مش مهم يبقى فاهم تفاصيل المبنى ده ايه، هو عنده تاسك مدتها ساعتين يعمل حاجه معينه. لكن في النوليدج وورك ما ينفعش نقول للديفلوبر حط لي دي في الداتابيز وساعتين حط دي في الداتابيز وتعالى، لازم يبقى فاهم البيزنس ولازم يبقى فاهم الدومين نفسه. فده اختلاف مهم. البروجكت مانجر اللي هو بيقول ايه خد عندك تاسك ساعتين تعمل لي التاسك ديت وبعد كده تعالى اقول لك تعمل ايه بعد كده، هو مش عارف ده ايه، مش فاهم البيزنس، مش فاهم ده اي ار بي ولا ده هيبقى سكول مانجمنت سيستم، ولا مش هيعرف يؤدي التاسك بتاعته مظبوط. يبقى لازم يبقى في النوليدج وورك لازم الريسورسز تبقى عندها اويرنس واندرستاندينج بالدومين او البيزنس دومين، فاهمين البيزنس، ده مش موجود في التراديشنال او في المانوال وورك. طيب هندير الناس ازاي؟ تعالوا نشوف طريقه الاداره. انا عندي ناس اللي هي العمال اللي بيبنوا المبنى ده او اللي بيبنوا الكوبري، اديرهم ازاي؟ والله قال لك احسن حاجه عشان تدير الناس دي الكوماند اند كنترول، يعني تجيب كرسي وتقعد جنبه. انت رحت فين؟ انت كل ده لسه كنت في كل ده في الغداء، انت لسه كل ده كنت لسه جاي النهارده الصبح متاخر. يبقى طريقه اداره عن قرب وعن كسب، ومحتاجين لك في كل حاجه، كل ما يجي يعمل حاجه يسالك، ده الشغل اليدوي. لكن هل تخيلوا لو احنا عندنا مؤلف هيالف كتاب وانا دار النشر اللي هي بتدير المؤلف ده، هل ينفع هجيب كرسي واقعد جنبه واقعد اقول له انت كل ده ما قلبتش الصفحه ليه؟ يلا نخش على الصفحه الثانيه. طب هتالف السطر الاولاني ده ازاي؟ مش هينفع، دي طريقه مش هتنفع. يبقى محتاجين give autonomy وself organizing. انا محتاج ان انا عشان ادير الناس اللي بتشتغل knowledge work اديها قدر من الحريه بس بحاسبه من وقت للتاني. يعني انا المؤلف ده هقول له ايه عندك اسبوع او اسبوعين، بس لو سمحت لما تخلص اول شابتر ادهوني اقراه واقول لك ايه، اديك الفيدباك او اقول لك رايي. يبقى هي طريقه اداره مختلفه، انا عايز اديله قدر من الريسبونسابيلتي، مش هقدر ابقى بمارس عليه الكوماند اند كنترول، ده مش بيمارس مانوال وورك. خلي بالك اللي بيمارس مانوال وورك الانتربشن مش بتفرق معاه، يعني هو بيشتغل شغل يدوي، فانت لما كل شويه بتعمل له انتربشن هو مش بيطلع من الفوكس. الشغل اليدوي ما بيتطلبش التركيز الشديد، لكن النوليدج وورك لا، المقاطعات والتدخلات طول الوقت دي بتطلع الواحد من الفوكس، بتطلع المؤلف او الديفلوبر او وات ايفر اللي بيشتغل نوليدج وورك من الفوكس وبتأثر على البرودكتيفيتي. فدي كانت نقطة مهمة. طيب احنا في النوليدج وورك
بنهتم بالكواليتي، لكن في المانيوال والاندستريال وورك بنهتم بالكوانتيتي. فانت عندك مصنع، المصنع ده عمال ينتج عربيات، كلنا ماشيين على نفس الستاندرد، كلنا ماشيين على نفس البروسيس لانها خطوات ثابته وبروسيس ثابته. بقى المعيار هنا انت مصنعك بيعمل كام عربيه، وانا مصنعي لا انا مصنعي احسن منك بينتج عدد اكبر من العربيات. يبقى هنا بقى المعيار في الجوده هو الكوانتيتي، العدد والتعداد. في النوليدج وورك الكوانتيتي مش نفس الاهميه من الكواليتي، اهم. يعني انا عندي كتاب 1000 صفحه في موضوع معين وفي كتاب 10 صفحات في نفس الموضوع، هل انا كده افترض ان يبقى اكيد الكتاب ال1000 صفحه احسن؟ لا، لان ممكن الكتاب ال10 صفحات تبقى الكواليتي بتاعته اعلى، مكتوب فيه داتا معموله بساينتفك ابروتش، فيها شغل اتعمل، لكن الكتاب الثاني 1000 صفحه او 2000 صفحه لكن كله كلام مش مفيد. يبقى في النولج وورك الكواليتي، يبقى انا بعمل سوفت وير اقعد اكتر فيتشرز وكلها بتضرب وكلها فيها مشاكل، ولا يبقى عندي السوفت وير بتاعي فيه 3 4 فيتشر بس الكواليتي احسن؟ لا، احنا بنهتم في النولج وورك بالكواليتي عن الكوانتيتي. اخر فرق بس عشان ما نبقاش طولنا اكتر من كده، احنا في المانيوال وورك بنحاول نمينيمايز الوركرز. يعني انا مصنع لو عندي 10 عمال قدرت اخليهم 5، قدرت استغنى عنهم كلهم يبقى احسن، لانهم بيعملوا شغل يدوي والشغل اليدوي ده ينفع يتوتوميت. لكن الناس اللي بتشتغل نوليدج وورك انا مش هقدر اوتوميت اللي هم بيعملوا. لو عندي ديفلوبرز مش هقدر اوتوميت النوليدج اللي عندهم واللي اخذوها مع السنين والانفايرمنت والكالتشر اللي اتعلموها، وبالتالي انا بعامل الديفلوبرز از ان اسيت، هم دول راس مالي. يبقى انا لو شركه سوفت وير، الديفلوبرز اللي عندي اللي تعبوا وعملوا معايا سوفت وير، الناس دي انا بحافظ عليها لان هم دول راس مالي اللي انا مش عايز استغنى عنهم بسهوله ومش عايز افرط فيهم بسهوله. دي كلها الموضوع اكبر من كده، احنا بس عرضنا للمين او المين هيدلاينز ديفرنسز. فعندنا فرق جوهري وعميق ما بين طبيعتين الشغل. فالمشكله ان احنا لما بنابلاي تراديشنال ميثودز والووترفول ميثودز هي كلها جايه علشان تميت الاندستريال وورك اللي هو اللي على الشمال، لكن اللي على اليمين ده هو ده النوليدج وورك اللي احنا فهمنا الكلام ده في السبعينات وفي الثمانينات والتسعينات. وبالتالي ابتدت ناس من الثمانينات والتسعينات تستخدم طرق شغل تختلف عن الووتر فول. يعني من قبل ما يبقى في حاجه اسمها اجايل كان في ناس بتستخدم السكرام، في ناس بتستخدم الاكستريم بروجرامينج، واحنا عرفنا بعد كده ان دي ميثودولوجيز في الاجايل، لكن تطبيقها على ارض الواقع كان قبل ما يبقى في حاجه اكتشولي اسمها اجايل. من الثمانينات والتسعينات اصحاب شركات، ناس بايونيرز في الفيلد بتاعنا، اكتشفوا ان التراديشنال ميثودز مش بتفيت لطبيعه شغل السوفت وير، وبالتالي اشتغلوا بطرق مختلفه. واللي حصل ان الناس دي اتجمعت بقى في 2001 وعملوا المانيفيستو بتاع الاجايل. يبقى تطبيق الاجايل على ارض الواقع كان يسبق ظهور الاجايل مانيفيستو او البلو برينت او البرنسبلز والفاليوز اللي اتفقنا، اللي الناس اللي هي البايونيرز اتفقت عليه. طيب في 2001 ظهر الاجايل مانيفيستو، الناس دي اجتمعت وطلعت شويه مفاهيم وشويه فاليوز. الاجايل مانيفيستو ده 4 فاليو اساسيين بنتكلم في ان الانتر اكشن والانديفيديوال اهم من البروسيسز والتولز، بيتكلموا في ان الدوكيومنتيشن مش بنفس قدر الاهميه من الفانكشناليتي، الدوكيومنتيشن اتس امبورتنت بس مش بنفس اهميه الفانكشناليتي. وطبعا الكلام ده في 2001 يمكن كانت الدوكيومنتيشن واخده، ما بقاش الوضع كده قوي دلوقتي، بس زمان في 2001 يعني كان ممكن تعمل سيستم طيران في مشاكل بس انا مسلمك الدوكيمنت شرحه كل حاجه وادي المانيوال هو، فكان العميل بيفرح. فقال لك لا، احنا دلوقتي الفانكشناليتي اهم من الدوكيومنتيشن، الدوكيومنتيشن مهمه ومش هينفع تسلم السوفت وير الطياره ده من غير الدوكيومنتيشن، بس خلينا لما نتكلم نقول لا، الفانكشناليتي اهم من الدوكيومنتيشن. الانديفيديوال والانتر اكشن، الناس والتفاعلات ما بينها اهم من ان يبقى عندي بروسيس او تولز. ان انا يبقى عندي ميكانيزم اريسبوند للتشينج اهم من ان انا افولو البلان. وده مهم جدا لان احنا خلاص فهمنا ان طبيعه السوفت وير اتس اباوت تو تشينج. حتى لو انت ما عندكش عميل وانت حاطط الريكويرمنت لنفسك، بتعمل مشروع انترنالي جوه الشركه عندك، اكتب كده شويه ريكويرمنت، تخيل انت عايز تعمل ايه وما عندكش كاستمر، وهتلاقي ان انت كل شويه عمال تغير في اللي انت كاتبه.
لان هي طبيعه السوفت وير كده، ما حدش هيقدر يالف كتاب فروم من اول صفحه لاخر صفحه ستريت فورد، هيقعد يغير طول الوقت، هي طبيعه لازم نقتنع بده. فما يعني ما فيش نتحدد في الكاستمر بيغير، اصل الكاستمر ده تعبنا، اصل لا، هو مش مساله، هي المشكله مش في الكاستمر، هي انت دلوقتي في بيزنس او انت في فيلد، الفيلد ده طبيعه شغله ان هو about to change all the time، لازم نقتنع بده ونعترف بيه ونبقى عارفين ان انت حتى لو ما عندكش كاستمر انت هتقعد تغير في الريكويرمنت حتى اللي انت عاملها، يعني لو انت عامل لنفسك ريكويرمنت هتلاقي نفسك عمال تغير. يبقى عندي ميكانيزم responding to change over following a plan، وده البرنسبل اللي هو الفاليو نمره 3، وعندنا برضو او سوري ده نمره 4، الفاليو نمره 3 اللي هو ان انا يبقى عندي الكاستمر انفولفد عن ان انا انيجوشيت في الكونتراكت. يعني في عميل ايه يقول لك انا خدت من العميل ده صفقه وهنتقابل في الاخر كمان 8 9 اشهر، لا انا مش عايز، انت ليك حق انك تعمل نيجوشيشن وتاخد حقك في العقد وكل حاجه، بس الاهم انك تضمن ان الكاستمر انفولد معك، هو ده اللي بيجارنتي ان المشروع ده هيسكسس، لما بتخلي الكاستمر انفولد معاك فروم داي 1. انا لما ببقى متفق مع العميل ان هو هيشوف كمان 9 اشهر او كمان 10 اشهر، طب انا طول الفتره دي شغال هو ما يعرفش حاجه وطبعا عمال يتوقع الأسوأ، واصلا الدنيا بتختلف وتنزل فيتشرز جديده والكومبيتيتورز، احنا في فيري دايناميك انفايرمنت، التكنولوجي از ا فيري دايناميك انفايرمنت، كل شهر في جديد، كل يعني مش عايز اقول كل يوم، مش لدرجه كل يوم، بس اتليست كل شهر التكنولوجي بتابديت، الكومبيتيتورز بيبقوا نزلوا حاجات في الماركت، التكنولوجي ريجوليشنز بتنزل، يعني اتس فيري دايناميك انفايرمنت، انك تقعد شغال 8 9 اشهر تخيل ان العميل هيستلم حاجه اكشولي حصل تشينج كتير جدا في الماركت عما هو كان متخيل او انت كنت متخيل. فواحد زي سويسرلاند اللي هو عمل السكرام كان عامل طريقه ظريفه قوي في التعاقد، كان بيقول انا لو انت يا كاستمر هتبقى انفولفد معايا في المشروع وبتديني فيدباك اول باول، ساعه الديفلوبر هتبقى ب $50 مثلا، لكن لو انت مش انفولفد معايا وسايبني انا اشتغل كده من غير اي ما تدينيش فيدباك ولا انت بتيجي تبص على اللي انا بعمله، ساعه الديفلوبر هتبقى ب $100، بيدبل ساعه الديفلوبر. ليه؟ هو بينكرج الناس او بينكرج الكاستمر على ابنه يبقى انفولفد معاه، يديله فيدباك اول، كل ما اخلص حاجه قول لي رايك. ده اللي بيجارنتي ان المشروع يمشي سموث بدون ما تحصل مشاكل عند التسليم. الفاليوز نزل منها برينسبل والبرينسبلز نزل منها براكتس، وهو ده الاجايل. يعني الاجايل هندي مثال، انا يعني قلت انا عندي فاليو من اللي هو في الاجايل مانيفيستو بتقول ان الانديفيديوال والانتراكشن اهم من البروسيسز والتولز. هنلاقي في الاجايل برينسبل اللي هم ال 12 برينسبل، في برينسبل بيقول بزنس بيبل اند ديفلوبر ماست ورك توجذر ديلي ثرو اوت ذا بروجكت. يبقى البرينسبل هو جاي بيفصص الفاليو بشكل ايه ادق. يبقى انا عندي اربعه فاليو دول الهرم، نازل منهم 12 برينسبل اللي هو اللاير الثانيه هنا، ال 12 برينسبل دول بيتكلموا في الاربعه فاليوز بس بشكل اوضح. البراكتسز بقى دي عدد لا نهائي من البراكتسز، زي اشهرها مثلا الديلي ستاند اب ميتنج اللي هو نقف الصبح 10 دقائق انت تقول عملت ايه امبارح هتعمل ايه النهارده والكلام ده. يبقى البرنسبل او البراكتس ده بتاع الديلي ستاند اب ميتنج اتعمل ليه؟ اتعمل عشان يساتسفاي واحد من ال 12 برنسبل اللي هو بيقول بزنس بيبل اند ديفلوبر ماست ورك توجذر ديلي ثرو اوت ذا بروجكت. ده برنسبل. البرنسبل اتعمل ليه؟ عشان الفاليو اللي هي انديفيديوال والانتراكشن اهم من البروسيسز والتولز. يبقى احنا جاوبنا في بدايه السيشن خالص على قلنا واي وي يوز اجايل، وكانت الاجابه بشكل سريع ان طبيعه شغل النوليدج ورك تختلف عن المانوال ورك، وبالتالي كنا محتاجين لطبيعه شغل تختلف عن التراديشنال ميثودز اللي كانت جايه كوبي وبيست من الكونستراكشن انجينيرنج تحديد. دي الاجابه على واي وي يوز اجايل. لو حد بيسالك انت ليه عايز تشتغل اجايل، تبقى الإجابة والله طبيعة شغل السوفت وير بتتطلب أجايل، لأن تراديشنال كانت بتميت الكونستراكشن إنجينير من حيث كل شيء، إدارة، مفاهيم، يعني كل شيء مبني على الهندسة الإنشائية، وإحنا شغلنا مختلف تمام. فلك أن تتخيل في ناس إيه بيقول لك أنا بروجكت مانجر شاطر بقى وهمسك المشروع ده وأقول آه والله المشروع ده يشتغل ووتر فول،
لكن المشروع ده هتحصل فيه changes كتيرة، أنا المشروع ده هشتغله أجايل. الكلام ده يعني مع تحفظنا طبعا ومع احترامنا الجميع لكل وجهات النظر، بس الكلام ده مش منطقي خالص، لأن هنا mindset ودي mindset مختلفة تماما. أنت بتقعد سنين على ما بتغير طبيعة المايندسيت عند الناس، إنها تبقى بتويلكم للتشينج فيرست إن فيرست، عاوز يخلص الحاجة يسلمها على طول، أو ما أنا أخده بقى أحطه في مشروع تاني أقول له لا هنا غير لي المايند سيت اللي انا تعبت فيها دي واللي قعدت ابنيها في سنين، وهنا لا مفيش تشينج، وهنا مفيش ريكويرمنت هتتغير، واكشولي مفيش مشروع مفيش ريكويرمنت تتغير. يعني حتى لو انت جبت الاسامشن دي مش بتحصل. فخلينا نبقى قايلين ان احنا دايما بنفس المايند سيت which is agile، لكن احنا عندنا different methodologies، عندنا سكرام، عندنا كامبن، عندنا اكستريم بروجرام. يعني انت بتشوف بقى، لو انت بتقول انا بروجكت مانجر شاطر، انت بروجكت مانجر شاطر بتشوف كل طبيعه مشروع انهي ميثودولوجي جوه الاجايل مايند سيت اللي هتطبقها. لكن التراديشنال اتس ديد، ماتت وشبعت موت من زمان، ف وي دونت هاف تو توك اباوت ات اني مور. والمفروض ان احنا دلوقتي اكتشلي نزلت حاجات جديده في الاجايل مانيفيستو. احنا الاجايل مانيفيستو ده من 2001، النهارده احنا 2022، يعني 20 سنه في حاجات ابتدت تتغير، في مفاهيم ابتدت النهارده بالنادي وبنقول عايزين اجايل فيرجن 2. فانت لو لسه بتقول التراديشنال ولا الاجايل، يبقى احنا انت بتفوتك عقود في الاداره، which يعني it's not a happy case. احنا دلوقتي في مفاهيم، طب انا يعني انا لو نزلنا جوجل، مايكروسوفت، امازون، فيسبوك، وشفنا الناس هناك بتشتغل ازاي، هتلاقيها مش بتشتغل بالمانيفيستو قوي اللي احنا بنتكلم فيه. هم ابتدوا الكلام ده من زمان، و النهارده ابتدت الحاجات دي يحصل عليها الابوريشن وتطورت. فانا دلوقتي لو جيت اديكم المفاهيم اللي احنا اللي هي بتطبق في المالتي ناشونال كومبانيز دي، هتلاقيها في جابس كبيره جدا في المايند سيت. ليه؟ لان احنا لسه متاخرين. يبقى احنا لازم نموف فورورد علشان نقدر نواصل ونراكب الطرق ومفاهيم الاداره الحديثه. ف يعني نحاول نبقى اسرع في الادوبشن للميثودولوجيز عن اللي بيحصل في الاندستري حاليا. لسه تنسيبنا، احنا لسه بنسال نفسنا الاجايل. انا كنت فاكر ان في 2007 كنت شغال تيم ليدر في الدنمارك، كنت شغال بي اتش بي تيم ليدر، وكان من مسؤولياتي ان انا كتيم ليدر يعني ان انا اطبق الاجايل على التيم بتاعي، والكلام ده كان في 2007، وكانت الشركه يعني عندنا قلع ان احنا في 2007 ولسه هنبتدي نطبق الاجايل. الاجايل طالع من 2001، والشركة كنا مفزوعين ان احنا في 2007 ومتأخرين جدا، ولسه في النهاردة احنا 2022 ولسه في ناس بتسأل الاجايل هل يناسبني ولا لا. اكتشلي زي ما بقول احنا كده بتفوتنا اجيال في الادارة. We have to move forward as fast as we can. طيب اشهر الطرق الميثودولوجيز هي السكرام. احنا عندنا ميثودولوجيز كتيرة اشهرها السكرام، والسبب في شهرة السكرام الحقيقة ان هي سهلة لأي project managers ان هو يعمل لها adoption. الاجايل از ا موفمنت او كحركه جت من ناس كلها سوفت وير ديفلوبرز، وكان الهدف من الاجايل هو ان احنا نتعرف على ايه هي اسس مهنتنا كسوفت، ايه هي اساس مهنتك. كل مهنه ليها اسس وليها معايير وليها قيم. احنا الهدف من الاجايل موفمنت اللي ابتدت في 2001 ما كانتش قوي، طبعا داخل فيها طريقه الاداره وكل شيء، لكن كان الهدف احنا كمهنه ايه هي اسس مهنتنا. نعمل يونت تيست، هنعمل فانكشنال تيست، هنعمل كود ريفيو، الحاجات اللي عايزين نتفق عليها. وده ما حصلش قوي، لكن اللي حصل ان السكرام اشتهرت نتيجه ان هي سهله، لان هي حتى الكاستمر ميك سنس، حتى الكاستمر يقدر يبص فيها ويفهم. البدايه كانت بالاكستريم بروجرامينج اللي هي كلها تكنيكال براكتس، وزي ما قلت لكم هي احنا ليه بنقول ان حصل فيلير في الاجايل على ليفل الموفمنت، على ليفل الحركه، ان هي اكتشلي اجتذبت البروجكت مانجمنت بس، ما كانش الهدف من الحركه اجتذاب البروجكت مانجر. احنا النهارده لما بيبقى في مؤتمر اجايل، مين الناس اللي حاضره في المؤتمر؟ كلهم بروجكت مانجرز، سي اوز، اكزيكتيفز. لو في ديفلوبر حاضر اللي هو جاي كده بس من باب العلم، مش جاي بشغلته، يعني مش موضوع انا دلوقتي، انا جاي اخد فكره. وده الفيلير اللي حصل على ليفل الموفمنت. الموفمنت او الحركه كانت بتستهدف الديفلوبر زي المانجر زي البيزنس كله. لكن اشتهرت السكرام لان البروجكت مانجر عملوا لها ادوبشن، واتس فيري ايزي. انا لو جيت اقول فانكشنال تيست اوتوميشن او يونت تيستنج، اكيد البروجكت مانجر اللي ساب الكود والحاجات دي من زمان اكيد هو مش فاهم ده قوي، يعني
ايه يونت تيست ده بيعمل ايه، طب ايه تيست اوتوميشن ده، لا 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 مش هنعمل الكلام ده، انا همسك في ايه، همسك في السكرام دي سهله إيه، بتتكلم في اجتماعات وبتتكلم في شويه في طرق في الاداره، فانا هي دي اللي ايه هعمل لها ادوبشن. عشان كده زي ما انتم شايفين السكرام دوميننت، وهي طريقه الميثودولوجيا، هي طريقه الشغل اللي بتوصلني لمجموعه المفاهيم اللي احنا قلنا عليها اربعه فاليوز و12 برنسبل. طيب في نقطه مهمه في السكرام، وهي ان الناس لما بتيجي تلعب بتلعب بالطريقه دي، ان هي بتحط كتفها في كتف بعض، عايزه تميت تارجت، ولما بتحقق التارجت بترجع تسكرام تاني، او سكرام في اللغه زي في كره القدم كده لما بنقول ايه هنسنتر، يعني جبنا جون بنرجع نسنتر، فهي نفس الحكايه سكرام، يعني نجتمع في الشكل ده. الفكره ان احنا كديفلوبر تيستر يو اي كلنا بنتكاتف، بنحط ايدينا في ايد بعض عشان نخلص فيتشر، والتيم التاني اللي هو بيحاول يمنعك من انك تموف فورورد، ده زي الانالوجي، هي الانالوجي في حته ان هو زي الباجز والعراقيل والمشاكل اللي بتقابلنا. فاحنا بنتكاتف علشان نحقق فيتشر، ناخد البوينتس بتاعتها، نحقق برودكتيفيتي، نرجع نسكرام ونمسك الفيتشر اللي بعدها. فدي نقطه خطيره في المايند سيت، ان مفيش حد بيعمل بلاننج وحد تاني بيعمل حاجه تانيه للمستقبل، او مفيش ديلي، يعني مثلا ايه مفيش واحد ديزاين بيقعد ايه يومين يعمل ديزاين، الديفلوبر ما تعملوش حاجه انتوا دلوقتي، انتوا قاعدين تستنوني لما انا اخلص ديزاين، بعد كده الديفلوبر لما يشتغلوا التستر ما بيعملش حاجه، استنانا لما نخلص احنا ديفلوبمنت هتبقى التست انت بعدين. لا القصه دي مش موجود. الاجايل مايند سيت بتتكلم، او السكرام از ا مايند سيت، فكرتها مبنيه على ان كلنا من داي 1 التستر والبيزنس والديفلوبر بيمسكوا الفيتشرز الاولانيه وكلهم بيشتغلوا عليها. التستر بيبتدي بانه يعمل التست كيسز، الديفلوبر بيبتدي انه يعمل امبلمنتيشن للفيتشر، البيزنس بيبتدي انه يسبورت الناس في اي بيزنس، يعني اسئله في البيزنس عفوا بيساعد التستر في انه يحط التست كيسز، كلنا بنتكاتف عشان نخلص اول فيتشر، خلصناها نرجع نسكرام تاني ونمسك الفيتشر اللي بعدها، وبالتالي ما بقاش فيه الفيزز. يعني في ناس تقول لك احنا شغالين اجايل على فكره، طيب بتعملوا ايه؟ والله احنا بنعمل ايتريشن، وجوه الايتريشن بنقعد شغالين ايه، اول يومين بنعمل ديزاين للسوليوشن، سوليوشن ديزاين او سوفت وير ديزاين، بعد كده بنقعد نعمل ثلاث ايام ديفلوبمنت، بعد كده بنعمل ثلاث ايام تيستنج، وبعد كده يومين باج فيكسنج. ده اسمه ميني ووتر فول، ده مش اجايل خالص، وده اسمه ميني ووتر فول. انت اخدت الووتر فول الكبيره اللي هي كانت على كذا شهر، وبقيت بتعملها جوه ايه الاسبوعين. فلا مش هي، احنا ما فيش فيجزز، الدنيا بتمشي زي فكره السكرام اللي هي معموله في الصوره اللي قدامنا دي، فيتشر باي فيتشر، وفيها كل البراكتسز، بحيث ان انا بعد ثلاث ايام لو انت شغال بالطريقه دي وانا وقفت المشروع بعد ثلاث ايام، هتقولي لا والله اللوجن خلصت انا عايز ثمنها، او اقدر اعمل لها ديبلويمنت. لو انت بتشتغل باي طريقه تانية يبقى انت عندك كل حاجه بتترحل على الاسبوعين، وطبعا الباك فيكسنج دي طبعا بتبقى سايكل، يعني سايكل لا نهائيه. طب نطول الايتريشن بقى، نمدها لحد ما الباجز تخلص، كل ده مش منطقي وكل ده مش صح. طريقه الشغل هي فيتشر بقى، انا عايز لما لو بعد 3 4 ايام وقفت الايتريشن لاي سبب، والله لا في حاجه خلصت ونقدر ناخدها ونسلمها ونقدر ناخد ثمنها. فهي دي نقطة جوهرية في ازاي بنشتغل اثناء الايتريشن. طيب what is new in agile؟ يعني زي ما قلت لكم من حوالي 5 سنين او 6 سنين كنت بحضر مؤتمر في اليو اس، ولقيت ان في ناس بتدعو لاجايل فيرجن 2، واجايل فيرجن 2 حتى الان ما هوش حاجة اوفيشال وما هوش حاجه رسميه. يعني الناس اللي عملت المانيفيستو في 2001 صعب ان هم يجتمعوا ويعملوا لنا اجايل فيرجن 2 مع ان فات 20 سنه. نتيجه طبعا تراكم الخبرات عند كل واحد منهم واختلاف الاراء، فصعب ان هم يجتمعوا ويعملوا لنا اجايل فيرجن 2. فاللي حصل ان في شباب مجتهد اصحاب شركات برضو نزلوا للمالتي ناشونال كومبانيز وطلعوا من ارض، يعني من بيئه عمل الشركات المالتي ناشونال دي، مجموعه من المفاهيم جمعوها في الشكل اللي انتم شايفينه دوت، وقال لك دول الاربعه فاليوز اللي احنا بنحاول ان هم يبقوا اجايل فيرجن 2. زي ما كان عندنا اربعه فاليوز في اجايل المانيفيستو 2001 احنا بنقول. فانا حبيت بس النهارده في الويبينار، يعني باعتبار ان في ممكن الناس اوريدي اكسبيرينس في الاجايل تعرف واتس نيو ان اجايل، مجموعه المفاهيم دي المفاهيم. احنا
في عندنا كريتيسايز مهم اتقدم للاجايل بتاع مانيفيستو 2001، وهو ان هو بيميت السوفت وير، هو لغه كله سوفت وير. وده على ان كما في اجماع في الاندستري على ان كل اللي اتقال في المانيفيستو كلام مظبوط، ومفيش حد بينتقد اي شيء من اللي اتذكر من المانيفيستو والفاليوز وكده. لكن النقد اتوجه او الكريتيسايز اتوجه لحته ان انت بتستخدم ليه اللغه بتاعت السوفت وير، يعني ليه بتقول working software is a primary measure of progress. Business people and developers. Developers, انت عملت كل اللغة اللي مستخدمة في المانيفيستو وفي الاجايل مانيفيستو والفاليوز والبرنسبل، هي كلها لغة بتارجت السوفت وير ديفلوبرز. النهاردة الـ HR بيقول انا عايز ابقى عايز ابقى اجايل. النهاردة الـ IT الماركتينج بقية الاقسام عايزة تقول انا عايز اشتغل اجايل. ليه مش عارف استخدم اللغة دي؟ اللغة دي مش مريحاني. انت بتقول لي business people and developers، ما عندناش developers. working software لا ما عندناش. فده الكريتيسايز اللي اتقدم للمانيفيستو 2000. احنا بنحاول نتغلب او هم بيحاولوا يتغلبوا على ده في الاجايل فيرجن 2 اللي هو مش اوفيشالي، انا زي ما قلت لكم دي حاجه مش رسمي، وحاولوا يعملوا مجموعه البرنسبلز والفاليوز تبقى ماتش مور جينيريك. فقال لك احنا عايزين ميك بيبل اوبسم، وده ملخص البرنسبل ده سريعا عشان نبقى فاهمينه. احنا النهارده في عالم كله بقى بيستخدم سوفت وير اول ذا تايم، فالنهارده ما بقاش من السهل انك انت يعني تعمل لي شويه جريدز وداتا جريد مثلا او دروب داون ليست وانت تتخيل كده ان العميل هيبقى فرحان. لا، احنا دلوقتي كلنا بنستخدم سوفت وير اول ذا تايم، وبقى عندنا اكسبكتيشن عاليه في السوفت وير. يعني ما بقاش زي زمان تعمل ايه جريد فيها ابديت ديليت وكده الكاستمر بقى مبسوط قوي ومستريح. لا، ما بقاش كده. انت دلوقتي بقيت محتاج تعمل حاجات زي ما قالوا make people awesome. make people awesome يعني لازم التارجت بتاعك يبقى اعلى بكتير من 10-15 سنه فاتوا. يبقى make people awesome يعني تحاول تفكر في انك تعمل حاجه فعلا تخلي الكاستمر satisfied. ما تتخيلش ان اللي كان بيتعمل قبل كده ده هي satisfy customer النهارده. النهارده ما فيش كاستمر بقى بيفرح قوي باللوجن والريجستريشن اللي انت قاعد تعبان فيها دي مش ما حدش هيقدرها او هيتمنها. احنا كلنا عمالين نعمل لوجن وريجستريشن وكلنا حتى كبار في السن صغيرين اطفال كل الناس بقى بتستخدم سوفت وير اول ذا تايم والاكسبكتيشن عاليه قوي. ف وي هاف ان احنا نعمل لنفسنا تارجتس اقوى بكتير من اللي انت كنت متعارف عليه. ديليفر فاليو كونتينوسلي، يبقى محتاجين بشكل سريع. النهارده لما انت بتفتح اليوتيوب بتلاقي في حاجه جديده ظهرت في اليوتيوب، افتحه كمان كام يوم هتلاقي في حاجه جديده ظهرت. ما بقاش ريليسز، فما بقناش نشتغل ريليسز. اصل ايه؟ احنا دلوقتي عملنا فيتشر بس لسه مش هننزلها، هي محطوطه عشان بنجمع مجموعه فيتشرز هتنزل كمان سنه في الريليس الجديد. لا، الكلام ده ما بقاش ينفع خلاص. ما فيش حد هيسيبك في الماركت تقدر تشتغل بالطريقه دي. انت في السنه اللي انت قاعد تجهز فيها ريليز دي هيكون في ناس خلاص خدت السوق والدنيا يعني راحت منك. انت عايز تشتغل بطريقه انك في اسرع وقت بالديبلوي. ليه انا عملت فيتشر ليه قاعده مستنيه سنه عشان اجمعها مع مجموعه فيتشر ثانيه واعمل ريليز فيرجن 2؟ لا، ما فيش بقى. انت النهارده كله بيشتغل بالطريقه اللي هي زي الكامبان، والكامبان بقى هو المعتمد دلوقتي. افتح الجيميلز، افتح اليوتيوب، افتح الفيسبوك، افتح اي حاجه تلاقي كل يوم في جديد بينزل. اي حاجه خلصت اتعمل لها تيست، ليه الناس تتحرم منها؟ ليه الناس ما تستخدمهاش؟ لا، انزل بسرعه، انزل. ستيل انت بتستخدم طرق شغل زي السكرام لما بتبتدي مشروع. فهنا انا لا، انا محتاج الاول اقعد خمس ست اشهر بعمل بحضر وبعدين هنزل بقى. بس وانس انه نزل بعد كده ما بقاش فيه فيرجن 2 والريليس 2، انت عندك حاجه اوريدي ديبلويد. يبقى عايز بعد كده كل ما فيتشر تخلص تنزل، كل ما فيتشر تخلص تنزل. ان انت ساعات البيزنس بيبقى مش قد يعني ما بيحكمكش بكده، مثلا انت عامل حاجه هتنزل في مدرسه او هتنزل في هيئه او جهه فبتاخد شكل الريليسز، ما فيش مشكله. لكن لو انت عامل، انا بقول الكومن في العالم دلوقتي لو بتعمل حاجه زي حاجه اشتهرت فيسبوك، انت مش هتقدر تنزل بفيرجنز. انت لازم كل ما فيتشر تخلص تدخل في السايكل بتاعتها من اول ما بتخلص ديفلوبمنت تيستينج كونتينوس ديبلويمنت بيتعمل على طول والحاجه بتتسلم. السيفتي بري ريكويزيتس، لان السيفتي النهارده الكونسبت ده مهم. هم لقوا ان سبب تاخر الناس والشركات بسبب ان الناس خايفه على اشغالها. يعني انا خايف اغلط، لو غلط فالخوف
هو اللي بيأخر الناس، هو اللي بيخليها مش قادرة تتقدم، هو اللي مش قادر يخليه يعني يبتكر ينوفيت او whatever. فلازم نخلق في الانفايرمنت بتاعتنا جو من السيفتي، والسيفتي كمان انكلودنج الكاستمر، يعني مش السيفتي جوه الاورجنايزيشن بس والديفلوبرز والريسورسز يبقوا حاسين بالسيفتي، لا الكاستمر كمان لازم يبقى حاسس بالسيفتي معايا. فاديكم مثال، انا كان في مثلا سلاك ده بيعمل شاتنج، وانا كنت دافع لايسنس ان انا هستهلك عدد معين في الشهر، واللي حصل ان جه سلاك في اخر الشهر لقيته بيعمل لي ريفاند للفلوس اللي انا دفعتها. لما بنسال ليه، انا ليه بسال، انا ليه حصل كده، قال لك علشان انت ما عملتش يوتيلايزيشن لسلاك بالقدر اللي يخليني اخد منك كل الفلوس دي. فبالتالي هو انا من غير ما اسال، هو لما كان اخد الفلوس كلها انا ما كنتش هقول حاجه ومحدش يعرف، بس هو رجع بيقول لي انت ما عملتش يوتيلايزيشن للتول بتاعتنا بالقدر اللي يخليني اخد المبلغ ده، فعمل لي ريفاند. انا هنا احساسي بالسيفتي مع الناس دي عالي جدا، الناس دي خايفه على فلوسي اكتر مني، الناس دي ده مثال بيتضرب في السيفتي ما بين الكاستمر ومعاك. الديفلوبرز كلهم لازم نخلق جو من السيفتي. تخيل انت شغال في شركه وهتدوس ببلش، والسوفت وير هيحصل له ديبلويمنت في عدد مثلا زي 2 مليون او 2 او 3 مليون يوزر، انت من الخوف مش هتقدر تعمل حاجه. يعني تخيل انت شغال في جوجل مثلا وهتدوس ببلش على، انت دلوقتي هتديبلوي اليوتيوب في بليونز اوف يوزر بيتفرجوا، فانت من الخوف مش هتقدر تدوس ببلش. يبقى لازم نخلق انفايرمنت من السيفتي بحيث ان الناس لا عارفه انها لو غلطت وحصلت مشكله لا في سيستم بيراجع وراه، وان في 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 منظومه للسيفتي. فده الكونسبت الثالث واخيرا، ان انا اتعلم بسرعه، اقع بسرعه واتعلم بسرعه. اطلع للكاستمر هيزعل وهيقول لك لا اللي انت عملته ده مش هو، بس هتتعلم وهتفهم ذوقه وهتفهم رايه وهتفهم هو عايز ايه، وانتوا الاثنين هتتعلموا سوا وهيبقى السايكل ليرنينج. في طريقتين للتعلم، في طريقه اللي هو بيحرص، ويعني انا مثلا عايز اعلم ابني او بنتي ركوب العجله، عشان اخليها تركب العجله عندي طريقتين. الطريقه الاولانيه انها تقعد تمشي بالعجله كده بسندات، وبحاول اعمل ايه، سندات ثلاث سندات، وبعدين بعد شهر اخلي الثلاث سندات دول سندتين، وبعد كده سنده واحده، وبعد كده ايه، ولسه احنا ده 4-5 اشهر ولسه برده مش متعلمه العجله. وفي نوع ثاني ان انا اخدها في نفس اليوم من غير سندات من غير حاجه، هتقع طبعا انا عارف انها هتقع، فلازم ما يبقاش في اسفلت او حاجه، لكن هترجع معايا في اليوم ده متعلمه العجله. دي الطريقه الاسرع في التعلم، انك تواجه الكاستمر، تاخد منه فيدباك، هتعرف رايه، هنبتدي تحصل مشاكل، لكن هتتعرف، هنعرف نتعلم بسرعه احنا مع بعض، انت كمان بتتعلم وهو بيتعلم، هو اصلا مش عارف هو عايز ايه بالظبط. مفيش حد في السوفت وير عنده كونكريت بيكتشر عن اللي طالع، لان ده زي ما قلت نوليدج وورك، وهي دي طبيعته كده. طيب تعالوا نبص بسرعه على الرولز والريسبونسابيلتيز. مجموعه الافكار دي بس انا عرضتها، لان زي ما قلت لكم ايه هو الجديد في عالم الاجايل، فده اللي احنا عرضناه في السلايدز. انا كده خلصت اول سيم اللي احنا اتكلمنا واي اجايل، وقلنا وات از اجايل. اجايل هو هرم من الفال، هو ولا مايند سيت تعني الادابشن والادابتيشن. المايند سيت دي بتتعبر عنها باربعه فاليوز و12 برينسيبل وعدد لا نهائي من البراكتسز زي ما شفنا، وقلت لكم برده وات از نيو في الاجايل. تعالوا نمسك السيم الثاني سريعا اللي هو الرولز والريسبونسابيلتيز. مجموعه المفاهيم والافكار دي مش هتنفع تتطبق من غير ما نست الرولز والريسبونسابيلتيز في الاورجنايزيشن بشكل كويس، لان هم دول اللي هياخدوا على عاتقهم تطبيق المفاهيم دي. وبالتالي احنا عايزين الرولز والريسبونسابيلتيز تبقى ثلاثه مفصولين عن بعض. انا عايز افصل التيم اللي هو تكنيكال وديفلوبمنت عن البرودكت اونر اللي هو بيزنس وبيريبريزنت الكاستمر، عن السكرام ماستر اللي هو مسؤول عن البروسيس والكواليتي وطريقه التطبيق. ليه بنفصل او ده مين السكرام اول من يعني نادى بفصل الثلاثه عن بعض؟ ليه؟ علشان في تعارض مصالح ما بين الثلاثه رولز. يعني مثلا احنا بنقول التيم هو اللي بيديفلوب وبيديليفر البرودكت، البرودكت اونر هو اللي بيديفاين الفيتشر وبيعمل لها بريتورايزيشن وبيحدد مواعيد التسليم وهكذا. السكرام ماستر هو اللي بيفاسيليتيت الورك، وهو اللي بيتاكد ان الطريق ان الشغل ماشي بالطريقه المتفق عليه. يبقى لو انا السكرام ماستر وانا في نفس الوقت الديفلوب، انا الاثنين مع بعض، فانا
as a developer شايف ان انا خلصت، فمش هقول انها تخش تيستنج، لان انا من مصلحتي ان انا اقول انا خلصت وادخلها على طول من غير تيستنج. يبقى انت لو انت الديفلوبر وفي نفس الوقت السكرام ماستر، انت عندك تعارض مصالح، انت هتفضل حاجه على حاجه، هتغلب مصلحه على مصلحه. لكن لما يبقى السكرام ماستر مش مشارك خالص في كتابه الكود وملوش اي مصلحه، هيقول لا دي لازم دي تخش تيستنج ودي لازم تخش. طيب انا البرودكت اونر وانا السكرام ماستر، انا اللي هو ده اللي هو بقى ايه البروجكت مانجر التراديشنال بتاع زمان اللي هو بابا وماما وانور وابدي، ده كل حاجه في كل حاجه، ده هيغلب مصلحه عن مصلحه. احنا مثلا في طريقه الشغل بنقول ان اثناء الايتريشن ما ينفعش يحصل تشينج. يعني ايه ما ينفعش يحصل تشينج؟ ما ينفعش، انت عندك عجله انتاج مصنع، عجله الانتاج بتيجي تلف عشان تطلع قماش، تروح انت موقف عجله الانتاج وتسد وتغير الانستراكشن، تيجي تلف عشان تطلع قماش تروح موقف عجله الانتاج ومغير الانستراكشن، يبقى عمرها ما هتطلع قماش. انت لازم تديها فرصه تلف لفه تطلع حاجه نقيمها، وهي دي الايتريشن. الايتريشن مش المفروض ان يحصل فيها تعديل، وانس انها بدات المفروض مش هيحصل فيها تشينج. اي تشينج هنعمله انت ان شاء الله اول الايتريشن الجاي، اول الايتريشن الجاي هنعمل التعديل. لكن انا عايز ادي فرصه للناس، زي ما قلنا المؤلف اللي بسيبه يالف شابتر، هي نفس الفكره، طريقه الشغل بالسيلف اورجنايزنج كونسبت. يعني هنا احنا لو انا السكرام ماستر والبرودكت اونر في نفس الوقت، هتلاقيني اقول لك لا 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 والله انا جالي تليفون من العميل، فانا هغير كل اللي في الايتريشن وكل اللي اتفقنا عليه ده، معلش انا هيديني نسبة بونص وليا نسبه وبتاع، لا لا سيب اللي. لكن لما يبقى السكرام ماستر مختلف عن البرودكت هيحصل كونفليكت، وهنا ممكن ايه اسكليت لحد ياخد ديسيجن. احنا الرولز ليها اكسبشن، ممكن تبقى شغال في حاجه طبعا اتمنعت او نزل قانون بيمنحها، خلاص بقى مش هنقعد بقى ان يعني لا هنا ده حصل اكسبشن، هناخد حاجه تانية مكانها وهنا هنغير في السكوب بتاع الايتريشن. لكن بقدر الامكان انا بحاول ان دي ما تحصلش، وده دور السكرام ماستر اللي هو بيابلاي البروسس. يبقى لو انت بتجمع ما بين تو رولز في نفس الوقت، هتغلب مصلحه عن مصلحه، وده اللي مش هياكد او مش هيجارنتي ان الشغل ماشي مظبوط. عشان الشغل يمشي مظبوط لازم نفصل الثلاثه رولز دي عن بعض، وكل واحد مسؤول عن الحته، هو صاحب قرار الحته دي. يعني الديفلوبمنت تيم ليه بيسالوا البرودكت اونر هنعملها اس كيو ال ولا ماي اس كيو ال؟ دي مش بتاعتهم. انت كبزنس او كبرودكت اونر ما بتتدخلش تكنيك، وفي نفس الوقت ما بتتدخلش في تكنولوجي، انت بتفوكس على البروجكت مانجر. التراديشنال ساعات بيخاف يقول لك انا هقلب اجايل بقى وهتاخدوا مني صلاحيات. يعني انا كانت معايا كل ده، كان معايا انا كان معايا البيزنس وكان معايا البروسيس وكان معايا كل، حتى التكنيكال كنت بقعد فوق دماغهم اقول لهم حطها لي في الداتا بيس كده واعملها لي اندكسنج بالشكل ده عشان تبقى سريعه، لان انا راجل خبره وعندي سنين كبيره في لا احنا مش بن هي ما بنبصلهاش من ناحيه ان احنا بنقلل صلاحياتك، هي بنبصلها من ناحيه ان احنا بنخلي كل واحد يفوكس على فالانتاجيه تعلى. فانت دلوقتي لو مش عاجبك اداء التكنيكال تيم، عين تيم تاني، عين ناس تاخد عنك القرارات دي. مش هتعين ديفلوبر وتقعد انت قاعد جنبه سايب المانجمنت وسايب البيزنس وسايب الريكويرمنت وقاعد عمال تقول له حط دي في الداتابيز يمين وحط دي في الكلاس الشمال، ويبقى انت كده بتضيع. يبقى ده على حساب الوقت اللي انت كنت هتنتجه فيه. فالبروجكت مانجر التراديشنال اللي ما بقاش موجود عندك، هو البروجكت مانجر الرول بتاعته اتقسمت ل بروسيس وبزنس. طيب يعني ايه؟ يعني كده في الاجايل ما بقاش في بروجكت مانجمنت، يعني انت كده بتقول لي ان ما بقاش في حاجه اسمها بروجكت مانجمنت في الاجايل، او الرول نفسها از بروجكت مانجر ما بقاش موجود. هقول لك والله لو الشركه صغيره لا مش عايزين، لكن البروجكت مانجر في الشركات الكبيره اللي هي بتبقى فيها كذا ليفل اوف مانجمنت، بيبقى عندنا استراتيجيك مانجر، ده راجل بيبقى على توب ليفل بيحط استراتيجيز وكده، تحتيه بورتفوليو مانجمنت عدد من البرامج. لا هنا بيبقى البروجكت مانجر موجود، وهنا هنا بقى بيالوكيت فاند من الموبايل ابلكيشن عشان يحطها في الويب ابلكيشن، هنا انا محتاج للبروجكت. لكن في مشروع صغير في شركه فيها 5-6 افراد لا مفيش بروجكت مانجر. هنا انا عايز الثلاثه رول اللي احنا بنتكلم عليهم، تيم، برودكت اونر، سكرام. طيب خطايا كده كلهم سريعا، احنا عندنا
الديفلوبمنت تيم هو اللي بيحط تاسكاته, هو اللي بيديفلوب البرودكت, وهو اللي بينشور الكواليتي. خطأته ايه؟ يبقى عدد صغير عشان نعرف نعمل لهم. لو عندنا اكبر من 5 من 9 نعمل ايه؟ كذا تيم, يبقى سكرام اوف سكرام, علشان السكرام ماستر يعرف يديرهم, يعمل اجتماعاتهم. تخيل انت عندك 15 تيم, 15 واحد هيجتمعوا ازاي الصبح دول؟ عمرهم ما هيجتمعوا, اللي طبعا مجاش واللي غايب. يعني بنحاول انهم يبقوا كولوكيتد علشان يبقى في فيس تو فيس كونفرسيشن بقدر الامكان. النهارده الديستريبيوتد تيمز بقت موست اوف ذا تايم, بس ما زال لو امكن نستفيد من حته الفيس تو فيس كونفرسيشن, يفضل ان هم يبقوا كولوكيتد كروس فانكشنال. يعني التيم ما بيحتاجش حاجه من اوتسايد. لما بيبقى عندنا قصه الديبارتمنت دي بتبقى بارير واوبستاكل ان احنا نطبق الاجايل. قسم الديفلوبر خلص هيسلم لقسم التيستنج, قسم التيستنج مش فاضي, فلما يبقى يفضل هيبقى ياخد من خلاص كده الايتريشن ضربت وما بقاش فيها حاجه تتسلم, لان التيم مش كروس فانكشن. كروس فانكشن يعني انت بتخلق تيم فيه كل الفانكشناليتي, فيه التيستر, فيه اليو اي, فيه الديفلوبر, فيه البيزنس اناليست. التيم مش محتاج حاجه فروم ذا اوتسايد وورلد, ويقدر في خلال الايتريشن دي لو ما خلصي احاسبه. لكن اقسام ولا, اصل لما هنخلص هنبعت لقسم التستنج, قسم التستنج شغال مشغول والله, فالمشروع ده ايه يبتدي يحصل المشاكل دي. ده مش كروس فانكشنال فول تايم. احنا شغل النوليدج وورك ما بينفعش فيه موضوع البارت تايم. ما ينفعش تشتغل في اي ار بي الصبح وتشتغل بعد الظهر في سكول مانجمنت سيستم. النوليدج وورك بيستهلك كل ذره من نيورونز في دماغك. ف عشان كده حتى كل مواقع التوظيف اللي بتشتغل اونلاين او فريلانسنج وبتاع, لا معلش, ممكن لو بتشتغل حاجه مانوال اتس اوكي, ممكن تبقى نجار الصبح وسواق على اوبر بعد الظهر, ده شغل مانوال مش هيتعارض. لكن نوليدج ورك ما ينفعش الصبح الف كتاب في التنميه البشريه وبعد الظهر بالف كتاب تاني في علم الفلك. يعني ما ينفعش ده. هنا النوليدج ورك عايز ديديكيشن. طيب سيلف اورجنايزد يعني بياكت از وان, ودي نقطه انا مش عايز اطول فيها لانها يعني فيري امبورتنت. انت عايز التيم ياكت از اف ان هو شخص واحد بيمشي على نفس الرولز, بيابلاي نفس, لو حد ماشي التانيين بيكفروا. مش هتكلم فيها اكتر من كده عشان الوقت, لكنها نقطه خطيره جدا. التيم لو مش بياكت از وان, انا باسيوم ان الوان افضل منه. يعني انا بكتب كود لوحدي النهارده, ولما بعمل مشاريع لوحدي مفيش حد معايا, انا ببقى اسرع من ديفلوبرز 5 6. طب ازاي انت بتقول ان انت لوحدك اسرع من 3-4 ديفلوبر مع بعض؟ لان انا باكت از وان, انا عارف كل حاجتي وعارف كل حاجه في الكود فين وعارف دي اجيبها منين, ولو في بقايا انا ممكن بالليل اغير اللاي اوت بتاع البرنامج كله اغيرها لك. لو انت بقى هتديها ل 3-4 يغيروا اللاي اوت والكلام ده هيقعدوا فيها شهر, لان كل واحد عارف الحته بتاعته ومش فاهم الحته الثانيه. انا اللي عملت المشروع لوحدي, بشتغل ديفلوبر لوحدي, انا بالليل هغير لك كل اللاي اوت لاني عارف كل حاجه في كل حته. ازاي نوصل لانا ازاي نوصل لما التيم بياكت؟ انا امتى اقول ان الثلاثه اربعه احسن من واحد؟ لو الثلاثه اربعه بياكتوا اجمل, لو الثلاثه اربعه بيتخبطوا وكل واحد فاهم الحته بتاعته والموديول بتاعه, وانا فاهم الكود ده بتاعي, انا اللي كاتبه ده ما حدش يبص فيه, لا يبقى هنا انا كان عندي واحد ديفلوبر يشتغل في المشروع احسن. طيب كوميتد, لان احنا بنديله قدر من الحريه ان هو يشتغل على فترات, فبالتالي بقى عنده حته الالتزام. انت بتحاسبه كل اسبوع, بتشوف شغله كل اتريشن, فانت عايز لازم يبقى عنده قدر من الريسبونسابيلتي. واخيرا بريف, لان احنا زي ما قلت لكم بنشتغل كلنا مع بعض, مفيش حد بيستأثر بكود, ودي متاخده من سيلف من الاكستريم بروجرامينج اللي هم كانوا بيشتغلوا اصلا بير بروجرامينج, كل اتنين قاعدين بيشتغلوا مع بعض على نفس الماشين. بس احنا مش شرط نشتغل كده. انا بتكلم ان التيم لازم يبقى عنده قدر من الشجاعه, لان انت بتكتب كود مش قافل على نفسك, لان انت بتكتب كود مع زمايلك كلهم شايفين انت بتعمل. طيب البرودكت اونر خطأه ايه؟ هو انترفيس مع الكاستمر, هو بيريبريزنت الكاستمر كانه الكاستمر قاعد عندنا في الشركه. على فكره الاكستريم بروجرامينج كانت الميثودولوجي اللي انا اشتغلت بيها زمان خالص, وكانت الاشهر, وكانت علشان حته ان يقول لك بيزنس بيبل يبقى موجود مع الديفلوبر بشكل يومي, كان الكاستمر بيبعت لي حد يقعد معي, بس كان بيؤدي المشاكل ومايكرو مانجمنت. فالسكرام تغلب على الموضوع ده, قال لك لا لا لا, مفيش داعي الكاستمر يبعت حد يقعد معاك وبتاع, انت عين حد والراجل ده هيبقى برودكت اونر. الراجل ده هو اللي بيعبر عنك, هو ده اللي بيريبريزنت الكاستمر. فهو انترفيس وذ كاستمر, بيحدد الفيتشر, بيعمل لها بريوتيرايزيشن اللي يتعمل قبل ايه, which is very important. مش هو ده اللي سايق, مش الديفلوبر هم اللي سايقين,
الديفلوبر يقول لك لا انا هعمل الفيتشر دي وبعدين الفيتشر دي. هو الديفلوبمنت تيم هم اللي سايقين المشروع، دي مشكله خطيره. البرودكت اونر هو اللي سايق، وهنشوف بقى يعني طبعا في تفاصيل الشغل بيبقى دايما في حاجات تخليه ازاي هو اللي سايق. فانت مش التكنيكال تاسكس هي اللي تدرايف المشروع، لا البيزنس فيتشرز هي اللي تدرايف المشروع. التيم ليه انه يقول الامبليكيشن، لو هنعمل دي الاول قبل ديت هتكلف كذا، لو هنعملها بعد، لكن في النهايه انا عايز اللي سايق المشروع واللي بيتحمل مسؤوليته هو البرودكت اونر، هو اللي بيدي فيدباك، بيمانج الستيك هولدر وبيقبل الريزلت او بيرفض. من خطاته انه يبقى طبعا افيلبل، مش يقول لك انا والله حضرت معاكم اجتماع وهسافر بقى اجيبكم، لا احنا عايزينه متواجد فاهم في البيزنس دومين. فانت لو بتعمل سوفت وير في طياره، احسن واحد تعينه برودكت اونر يبقى مين؟ طيار. لو بتعمل سوفت وير هيركب في عياده اسنان هيبقى برودكت اونر ده احسن واحد تجيبه مين؟ ودي دي اكزامبل حقيقيه في شركات انا اشتغلت معاها، الدكتور سنان، لان هو ده اللي فاهم البيزنس، هو ده اللي عارف هو عايز ايه. فالبرودكت اونر من مواصفاته ان هو لازم مش قادر اعين دكتور او طيار، هجيب اقرب واحد للمجال. جود كوميونيكيتور لانه بيتعامل مع التكنيكال تيم ومع البيزنس تيم في نفس الوقت. ديسايسيف حازم، ودي نقطة خطيرة، لما بيتسأل في حاجة بيعرف دايما يبقى عارف هو عايز ايه، ده بيدي انكارجمنت وبيخلي التيم اكت وهو متحمس. لما تسأل البرودكت اونر والله دي عاملها ازاي، تلاقيه متردد يقول لك طب استنى، طب انا هسأل وارجع لك. عادة الديفلوبر بيعرف ان الحاجة دي هتتعمل تاني او بيحصل له احباط. فديسايسيف دي خصائص البرودكت اونر. الكرام مصر اخيرا هو بيشيل الامبيدمنت. لو انا دلوقتي عندي الانترنت مش شغال، مش انا اللي هكلم الاوبريتور، انا هكلم سكرام، اي مشكله عندي بكلم سكرام مصر. فهو بيزيل المعوقات سواء كانت في البروسيس في هو عايز يخلي الناس تاكت از اتس بيست، وهو مفهومه مفهوم السيرفنت ليدر، يعني سيد القوم خادمهم زي ما كانوا بيقولوا. مثلا انا من خلال ان انا بشوف طلباتهم وبخدمهم انا بقودهم، هو مش مانجر بالمفهوم الترديشن. بيمنع الانتربشن، ما ينفعش البرودكت اونر يخش على الناس كده وهم قاعدين يقول لا هنغير فيتشر دي اعملوا لنا حاجه ثانيه، لا هو السكرام ماستر هو اللي بيقف لاي تعديل في البروسيس، هو اللي بيقف للبرودكت اونر، بيفاسيليتيت التيم، بيشوف مشاكلهم، ما بيتدخلش تكنيكال، ومش مهم بالضروره انه يبقى فاهم تكنيكال. هو لو عنده معلومات تكنيكال من يعني من على سبيل الكونسلتيشن كده، والله انا لو تسالني انا كنت زمان عملتها كده، لكن هو مش ملزم، رايه ملزم انه مش مهم انه يبقى فاهم تكنيكال. هو فاهم اجايل، فاهم المايند سيت، من غيره مش هتعرف تشتغل اجايل، لان الديفلوبر بيركزوا على الكودينج والباجز والبجايه اللي من امبارح اللي عايز افكسها، والبرودكت اونر مركز مع البيزنس وعمال يجمع ريكويرمنت والعقد ومش العقد. طب مين اللي مصحصح بقى؟ يلا يا جماعه هنجتمع، فين اللي خلصتوه امبارح؟ طيب فين؟ هو مش بيقول فين من ناحيه، يعني هو مش مايكرو مانج، لكن هو مايكرو مانجمنت من ناحيه تطبيق الشغل. هو ما بيفهمش التكنيكال، لكن عنده ان احنا لازم نجتمع الصبح، عنده ان الاجتماع ده لازم يمشي في اطار معين. ما هو الاجتماع ده مين اللي هيديره؟ احنا لو عملنا الاجتماع وخلاص من غير ما حد يديره، ممكن نتكلم في الماتش بتاع امبارح وهنعمل ايه النهارده بعد الشغل، لا هو بيقعد يدير الاجتماعات، ودي فعلا شغلانه صعبه مش سهله. وبيمنع اي تدخلات اثناء الاتريشن، بيشوف الشغل ماشي ازاي، لو احنا بنشتغل على ايشو تراكنج او اي سيستم بنشتغل عليه بيظبط الحاجات دي كلها. يعني هو مشغول برضو، لكن هو مسؤول عن البروسيس و ملوش دعوه بالتكنيك، مش واخد، مش سيد قرار خالص في التكنيكاليتي ولا في اللي هي البيزنس. طيب خطا سوء الكاركترستيك بتاعه ان يبقى فاهم سكرام، متواضع، مش واخدها مرياسه، الناس بتحب تروح له، عارفين الشخص اللي هو ايه، الناس ما بتحبش تروح له ده لانه يعني مانجر، فده مش هينفع يبقى سكرام. هو سيرفنت ليدر وانفلوينشال مؤثر. طيب تعالوا نبص كده في ازاي في السيم الثالث في حوالي 5 دقائق نشوف ازاي نيمبلمنت مشروع بالاجايل. بما عندنا مرحله في الاول بنسميها الفيزابيليتي، بنعمل فيجن، ودي نقطه مهمه، في كذا تكنيك لعمل الفيجن. بعد كده بنستابليش بزنس كيس، بنشوف المشروع ده يعني ورثت ولا مش ورثت، وهنا بتبقى في مجموعه يعني عمليات حسابيه بالورقه والقلم. ما ينفعش نقول ايه والله المشروع ده شكله حلو انا مستريح له، المشروع ده انا حاسس كده ان هو هينجح ان شاء الله، لا انت عايز
تبقى حاسب بالورقه والقلم الـ ROI، ويعني حاسب في قد ايه المكسب قد ايه، طب معدلات التضخم لان المشروع ده هيقعد 3 سنين. يعني هي بيزنس كيس دي بتبقى معموله في البدايه عشان نشوف المشروع ده جو اور نوت جو. بعد كده بنبدا مرحله الانيشيشن وخطواتها، ان احنا نعمل تشارتر، لائحه بتتكلم على الشروط ومواصفات المشروع، بنحدد البيرسوناس وهي الاشخاص اللي احنا متخيلين انها هتستخدم المشروع. زي لو انا بعمل سكول مانجمنت سيستم، مش هقول ان انا عندي تيتشر وستودنت وبس، لا انا عايز اقول التيتشر ده كذا نوع، ده بيرسوناس. فانا هقول ان في تيتشر مسافر بره عايز يخش على السيستم يجيب حاجات معينه، في تيتشر تاني ده يعني بيحضر كل يوم. البيرسوناس انك بتفكر في اليوزرز وهي طبايعهم وهي اختلافاتهم علشان تعرف تعمل الخطوه الثالثه، ان احنا بتعمل باك لوج اللي هو تحط فيه كل الفيتشرز اللي انت بتتوقعها. فمن غير ما تعمل البيرسوناز ممكن تبقى متخيل فيتشرز مش بتسهل عليك او مش بتميت الكاستمر سات، مش بتعمل كاستمر سات. بعد كده بنستيميت الحاجات اللي حطيناها في الباك لوج هاي ليفل استيميشن، لان احنا كاتبين حاجات هاي ليفل. فبنقول ايه يعني ديت ممكن هنا في المرحله دي بيبقى التيشيرت سايز، زي في عندي فيتشر سمول، في فيتشر لارج، في فيتشر ميديوم. بنستخدم التيشيرت سايز هنا لان انا ما عنديش enough detail على اللي انا كتبته حاليا في الباك لوج. انا في الباك لوج في الفتره دي قلت انا عايز ايه، كاميرات في الفصول، عايز جدول الحصص للمدرسين، عايز ايه يعني ايبك حاجات هاي ليفل. اديتها تيشيرت سايز استيميت عشان اعرف اعمل رود ماب. الرود ماب هي الهدف من مرحله الانيشيشن. الرود ماب ان انا مشروع اللي هو مثلا السكول مانجمنت سيستم ده هعمله ازاي، اول ريليس هطلع ايه، طب تاني ريليس هيطلع فيه ايه. فهي دي الهدف من المرحله دي. استخدم التيشيرت سايز اللي انا عملته ان انا اطلع رود ماب الى حد ما كومباتبل، يعني الريليز الاولاني فيه شويه حاجات سمول وميديوم ولارج، برده التاني ريليز فيه حاجات بنفس النسب. يعني ده عشان كده عملنا التيشيرت سايز. بنعمل بقى اول ريليز، وهنا في المرحله بتاعه الريليز بلاننج بنمسك اول ريليز ونشتغل عليه. يبقى الرود ماب طلعت لي كذا ريليز، لكن انا بعد كده هشتغل على واحد، اول واحد فيهم، تاني وتالت ريليز مش هشتغل عليهم، دول هيفضلوا as an epic. طيب هكتب الريكويرمنت بشكل ستوريز، هديها استيميت بقى بس بشكل ادق شويه، لان انا حولت الابيكس اللي هي كانت في مرحله الانيشيشن حولتها اليوزر ستوريز، يعني كتبت عليها ديتيلز وبقى عليها اكسبتنس كريتيريا. فبقيت اقدر اديها حاجه زي الستوري بوينتس او المان دايز، بقيت اقدر ادي استيميت بشكل ادق. بعمل بيلد ريليز بلان، يعني ريليز بلان او بيلد ريليز بلاننج، ان انا احدد عدد الايتريشنز والفيلوسيتي بتاعت التيم قد ايه، وهنسلم امتى. يعني في مرحله الريليز بلاننج ما عنديش وقت طبعا للدخول في تفاصيل البلاننج دي تفصيليا هتمشي ازاي، لكن الهدف منها ان انا احسب السكوب والديوريشن والكوست، وطبعا ده اللي هو مثلث البروجكت مانجمنت المتعارف عليه. الكواليتي دايره او كونسترين بتحيط بالمثلث ده. فالهدف ان انا في نهايه الريليز بلاننج ابقى عرفت السكوب اللي هيخلص، الديوريشن عدد مدد الايتريشنز، والكوست طبعا هو سعر الديفلوبرز في الفتره اللي اتحسب. طيب يبقى كده عملنا ريليز بلان، بيبقى عندي حاجه اسمها سبايك او ايتريشن زيرو، فيها انفستيجيشن، فيها الاعمال التحضيريه، بعمل البرميشن وست الانفايرمنت وست التولز. فدي بتبقى فتره كل حاجه لازم تبقى ويزن تايم بوكس. يا جماعه حاولوا شغلكم ما يبقاش فيه اي وقت انا شغال كده في الهواء او طاير ما عنديش، لازم تبقى within time constraint. اي حاجه اديها بدايه ونهايه. فالتايم مانجمنت قال لك تايم بوكسنج، اي حاجه بتعمل، احنا دلوقتي في ويبينار مدته كذا، دي تايم بوكس. لو بتعمل انترفيو لواحد هتقول له والله تايم بوكس ساعتين او ساعه. اي حاجه داخل اجتماع مع زميلك تايم بوكس بربع ساعه. فكره التايم بوكسنج دي فعلا very effective في طريقه ادارتك للوقت. وفهنا انت دلوقتي بتعمل مجموعه اعمال تحضيريه وبتسطب الانفايرمنت، وقال لك هننزل الداتابيز وهننزل الفريم ورك، مش دي اسمها ايتريشن زيرو، هتديها تايم بوكس 3 ايام. ما خلصوش هن اكستند التايم بوكس بانذر 3 دايز، او هيقدروا يقولوا لك احنا نكستند قد كده. بعد كده بقى بنشتغل الايتريشن والثيرمونيز او الايفنتس اللي جوه الايتريشن، معروفه ان احنا نعمل ايتريشن بلاننج. في بدايه كل ايتريشن لازم نعمل بلان، هنا التيم بيقرر ايه التاسكات اللي هيعملها، فبياخد من الباك لوج الريليز باك لوج فيتشرز ويبتدي يكسرها لتكنيكال تاسك. بنشتغل بالتكنيكال اكسلنس، اللي هو لازم نفهم ان من غير التكنيكال اكسلنس والجود ديزاين مش هتعرف تشتغل اجايل. ازاي تكتب كود ويحصل عليه تشينج اول ذا تايم؟ دي عايزه نولج في السوفت وير ديزاين،
تستخدم السوليد برينسيبلز والديزاين باترنز اللي هي كلها تقدر تخليك لما يحصل تشينج ما يحصلش عندك مشكله كبيره. نفس الحكايه اي حاجه تقدر اوتوميتها اوتوميتها. اسال نفسك الحاجه دي مين اشطر، البني ادم ولا التول؟ لو التول اشطر ما تديهاش للبني ادم، ولو البني ادم اشطر ما تديهاش للتول. فانت دلوقتي عندك موضوع ان انا اعمل ديبلويمنت وان انا اطلع للتست، كل شويه تيستر يقول لك اديني اخر نسخه، ما عنديش اخر. طيب تسيب اللي في ايدك وتقعد؟ لا، هنا التول اشطر اديها للتول. لكن الاكسبلوراتوري تيستينج وان انا اعمل تيست استكشافي او ايفر، دي البني ادم ما زال لحد النهارده بنقول ان هو اشطر. فانت هنا الاكسبلوراتوري تيستينج دي حاجه بنديها للتست. طيب التكنيكاليتي على قدر كبير من الاهميه، بنعمل ديلي ستاند اب كل يوم الصبح علشان نعرف البروجريس، بنعمل في نهايه كل اتريشن ريتروسبكتيف ونشوف ايه الدروس المستفاده، والبرودكت اونر بيدينا فيدباك على اللي خلص. يبقى عندنا تو سيشنز للباكلوج ريفاينمنت او للبرين ستورمينج لو عايز تزود حاجات جديده. اللي اتعمل في الاتريشن الاولانيه بيتكرر في الثانيه في الثالثه. ممكن يبقى عندي حاجه اسمها ستابلايزيشن اتريشن، ودي ما بتبقاش بنفس مده الاتريشن، دي ممكن تبقى 3 4 ايام زي اتريشن زيرو. بعمل شويه بفيكس لو باكس، بعمل بيرفورمانس تيستينج، يعني بتتسمى بري ريليز اتريشن او ستابلايزيشن اتريشن. بعد كده المشروع يا اما بيرجع من الاول، يا اما يعني هنبتدي نفس الخطوات اللي عملناها في الريليز الاولاني هنكرره في الريليز الثاني. لو ما فيش انذر ريليز هنطلع والمشروع ده هيتحول كامبان. كامبان هي طريقه شغل ثانيه، ميثودولوجي ثانيه خالص، بتمانج الفلو، وديت اللي بتصلح للمينتنس او بنستخدمها في المينتنس. انا كده خلصت وعرضت اللايف سايكل سريعا، اخذنا ساعه ودقيقه بالظبط، يعني حاولنا في ساعه نغطي اكبر قدر من النوليدج. انا هبتدي دلوقتي ابص على الاسئله بتاعه حضراتكم. انا شايف هنا سؤال بيقول product owner should only focus on business requirement and priorities. Who is responsible to validate the estimate of the team? Who should manage the task in case in small company only 6-member team and I'm a product owner and no one is a scrum master? طيب هنا زي ما قلت ال product owner ما بيتدخلش في الاستيميت بتاع الناس، لان هي انت دلوقتي بيحصل في شركات كتيره ان انا ما عنديش ثقه في الناس، يعني الناس بتقول استيميت غلط وانا حاسس كده. خلاص يبقى في تيم ليدر، يبقى في تكنيكال مانجر، وات ايفر كان الهيراركي. هنا السكرام او الاجايل ما بيشترطش هيراركي معين جوه الديفلوبمنت، بس في النهايه الديفلوبمنت تيم ده ما ينفعش انا كبزنس اتدخل في التكنيك، وما ينفعش التكنيكال يتدخل في البزنس وهكذا. فانا دلوقتي مش حاسس، انا كبرودكت اونر مسؤول عن المشروع لكن ما بتدخلش تكنيكال، حاسس ان الناس مش ريسبونسبل، فبالتالي بنعين تكنيكال مانجر او عين تيم ليدر هو اللي بيفاليديت مع التيمز التاسكات الاورز بتاعتها قد ايه ومدتها قد ايه. فلكن حاول ما يبقاش فيه تداخل ما بين كذا، البيزنس مفصول تماما، ده بلاك بوكس وده بلاك بوكس. طيب سؤال بيقول is the scrum master has have a technical background and act technically with the team or not؟ انا زي ما قلت مش مطلوبه، لكن لو عنده technical knowledge it's okay، طالما ما بيتدخلش برضو زي ما قلنا في the scrum master هو facilitator. فاهم انا لو انا هشام باجي لكم الشركه كل يوم عشان اقول لكم تشتغلوا ازاي وكونسلتنت، يعني وده حقيقه انتوا ممكن تتعاقدوا مع الهيئه وتقولوا لي تعالى كونسلتنت شغلنا اجايل، عايزينك تشغلنا اجايل. طب انا لما بروح لكم انا عندي شويه باك جراوند تكنيكال، لكن هل هي ملزمه؟ هل انا لما حاجه ازورك في الشركه هقول لك لا 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 انت عاملها ليه في الداتا بيس بالشكل ده؟ لا 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 اعملها، ماليش دعوه. عايز تسالني والله هقول لك من باب الخبره يعني، لكن انا رايي مش ملزم. انا رايي ملزم فين؟ وانت جايبني ليه؟ انت جايبني علشان البروسيس وعشان تشتغل اجايل، هو ده اللي انا. بدل ما تجيب هشام او بدل ما تقول لي تعالى ككونسلتنت عين انت سكرام ماستر يقوم بالدور ده، يبقى هو ده اللي احنا عايزينه. السكرام ماستر هو فاسيليتيتور بيخليني اعرف اعمل اجتماعات، اعمل ادير الوقت ازاي، كل حاجه تايم بوكس. القصه عايزه تفرغ، ما ينفعش تديها لحد تاني. وان كان طبعا في بعض الاحيان بنديها لحد تاني، بس زي ما قلت تبقى عارف ان خطوره ان السكرام ماستر يبقى ماسك انذر رول هو انه ممكن يغلب مصلحه عن مصلحه. فانا التيم ليدر وانا السكرام ماستر،
خلاص ما انا اللي عاملها اتس دان، يلا مش هحطها على سيستم ولا حاجه، هي خلصت دان انا اللي عاملها. لكن لما يبقى ده مفصول عن ده يبقى بتنشور ان الدنيا ماشيه مظبوط، وان اي حد هيغلط في حد تاني بيفاليديت عليه. طيب سؤال تاني، how to control cost in agile for example how I can get the actual cost versus planned cost planned cost after each sprint. متهيألي هنا spread المفروض ان هي sprint مش spread، مش مشكلة في مس. المهم ان انت دلوقتي الكوست ما بيبقاش peer iterations، هو بيبقى يعني الكوست بيتحسب على الريليس، لان انا عايز يبقى عندي دايما في فترة للتراجع او فترة للrecover. بمعنى انا دلوقتي عملت assumption، احنا لما قلنا خطوات الريليس بلاننج، خطوات الريليس بلاننج بتحاول الى قدر كبير تعرف المشروع ده السكوب بتاعه هيبقى قد ايه والكوست بتاعه قد ايه والديوريشن بتاعه، ده مثلث البروجكت على الريليس مش على السبرنت، ما بنحسبش بالسبرنت بتحسب بالريليس. والاصل في مثلث البروجكت مانجمنت ده، انا يعني انترستنج كويشنز، خليكم معايا لو دقيقه بس عشان اجاوب بشكل احسن على السؤال ده. في المانيوال وورك المثلث بتاع البروجكت مانجمنت ده دايما بنثبت حاجه وحاجه ثانيه تبقى فاريبل. يعني ايه؟ لو انت بتعمل مشروع مانيوال عايز تقفل البلكونه بتاعتك خشب، ده مشروع مانيوال، ايه هنا اللي ثابت وايه اللي فاريبل؟ الديوريشن والسكوب والكوست. ايه اللي ثابت في المشروع ده ان انا اقفل البلكونه خشب؟ هتجيب نجار هتقول له والله انا عايز اقفل البلكونه دي خشب. اللي ثابت السكوب، السكوب ثابت، لكن اللي عمال يفاري هو الديوريشن والكوست. بمعنى انك ممكن يجي لك نجار يقول لك ايه والله دي هتاخد اسبوع وهتكلفك 5000 جنيه، هيجي لك واحد تاني يقول لك يعني هتاخد اسبوعين وهتكلفك 20000 جنيه. يبقى السكوب ثابت، اي حد هيجي لي لا معلش انا عايز اقفل البلكونه دي خشب، لكن اللي عمال يفاري هو الكوست والديوريشن. تعالوا نقلب المشروع ده، نقلبه لنوليدج وورك. هتقلبه ازاي نوليدج وورك؟ انا عايز اقفل البلكونه دي بالستيكي نوتس، يعني انا هعمل حاجه اهو ما حدش عملها قبل كده، هقفل البلكونه بالستيكي نوتس الصفرة دي. ده كده بقى نوليدج وورك، لانه محتاج انفستيجيشن، محتاج ان هو يتجرب، ما فيش حد عارف ازاي هتتعمل، مش خطوات ثابته تمشي عليها، انت قلبته نوليدج وورك. هنا الانسب ايه؟ ان انا اجيب واحد واقول له السكوب فيكسد وهيكلفني قد ايه وهياخد وقت قد ايه، مش احلى حاجه. احسن حاجه هنا في المشروع النوليدج وورك ده انك تعمل اسمه الريفيرسد اجايل تريننج. الدي اس دي ام او جهه اللي في انجلترا منظمه هي المسؤوله عن المسمى ده الريفيرس. هنقلب المثلث، اللي كان ثابت اللي كان فيكسد نعمله فاريبل، واللي كان فاريبل نعمله فيكس. فاحنا انا هقول له ايه؟ والله انا هدي لك اسبوعين و5000 جنيه وانت تعمل لي احسن تقفيله للبلكونه بالستيكي نوتس. هو في حدود المبلغ اللي معاه، في حدود التايم اللي معاه هيقدر يعمل احسن. يبقى ايه اللي جيت عليه؟ اللي جيت عليه هو السكوب، لان السكوب خلي بالك انت الفيتشر اللي هي اللوجن دي لو معاك وقت، لو معكش وقت هتعملها يوزر نيم وباسورد، لو معاك وقت هتعملها بسوشيال لوجن، لو معاك وقت هتعملها جافا كلاينت سايد وسيرفر سايد فاليديشن. يعني في كذا ليفل اوف ريتشنس. احنا ليه بنعامل اديني واحد قطعه لوجن واديني واحد قطعه ريجستريشن؟ الموضوع مش كده، هو مش قطعه هاردوير، ده نوليدج وورك. لو في وقت هبذل فيه ريتشنس اكتر، لو مفيش وقت هكتفي بالقدر الايه، مفيش باجز. احنا بنقول الكواليتي ديت كونسترين على المثلث سواء تراديشنالي او ريفرسد في الاجايل. يبقى الكوست والديوريشن ثابت يا باشمهندس. يعني المشروع ده اتعمل له الكوست واتحسب الكوست ان هو 2000 دولار، ال 2000 دولار دي ثابت والديوريشن ثابت، ومش هنلاقي ان المشروع المفروض ان هو يديلي، هو هيتسلم بالوضع اللي هو عنه. لكن اللي بيفاري هو الايه؟ الكوب، السكوب. انا دلوقتي جيت اتفقت معاكم هديكم كورس 3 ايام، ده نوليدج، مده الكورس 3 ايام وهتدفعوا 3000 جنيه. ايه اللي ثابت؟ المده ثابت 3000، واللي هتدفعوه ثابت، الكوست ثابت 3000. ايه اللي عمال يتغير؟ لو قعدتوا تسالوني اسئله كتير ونطلع بره الموضوع، او انا قعدت اطول من عندي، يبقى كده السكوب عمال يقل. لو الامور مشيت سموث يبقى هنا اللي عمال يفاري السكوب، لكن دايما الديوريشن والكوست فيكسد. اي هوب ان انا اكون افدتك فيما يتعلق بموضوع الكوست
وكان سؤال مهم ان انتوا تبقوا عارفين حاجه اسمها ريفرسد اجايل تريانجل، ده في البروجكت مانجمنت اوف اجايل. انا متشكر ليكم، واعتقد ان انا كده غطيت الجانب الاكبر من الاسئله. شكرا لحضراتكم جدا، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا وسلام